متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بث مباشر آخر جديد من عاصمة البغاز مدينة طنجة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كما أقول دائما، قناة شعب، قناة شوف تيفي، تنقل لكم الأحداث والأخبار بالصوت والصورة في الوقت نفسه. هكذا تبدو عاصمة البغاز في أقل من ساعة قبل منتصف الليل، هكذا تبدو حركية المرور بهذه الأثناء في هذه المدينة الجميلة. طبعا بما أننا نتحدث على حركة المرور، نتحدث أيضا على الجو. جو معتدل، ماشي بارد وماشي سخون. طبعا الأمطار ما كيناش، وكانت منهم الله عز وجل يرزقنا الغيث وأن لا يجعلنا من القانطين، ما تنسوش تقولوا أمين. بالنسبة لحركة المرور هي حركة خفيفة عكس ما كان طوال اليوم، كانت واحد الحركة اللي كبيرة بزاف بزاف. وطبعا نحن نتحدث عن واحد من أشهر الشوارع عاصمة البغاز، الشارع اللي من خلاله كيمكن الناس توصل لمدينة تطوان ولا تخرج من مدينة طنجة أو ما شابه ذلك، يعني هو الشارع الأكبر والشارع الرئيسي في هذه المدينة الجميلة. حميد أهلا وسهلا. ما تنساوش ايضا المتابعين الاوفياء، حتى انتم من حقكم انه تبارطاجيو وتشاركوا في هذا البث المباشر بالتعاليق ديالكم، تكتبوا لنا الاراء ديالكم حول هذه المدينه الجميله، ايضا تكتبوا لنا الاجواء ديال المدن والمناطق وحتى الدول اللي كتشوفوا منها هذا البث المباشر، وايضا تكتبوا لنا الاجواء عندكم كيفاش دايره، واش كاين شي شتاء، واش كاين شي حراره، كاين شي رياح قويه، شنو كاين عندكم. للتذكير متابعينا الأوفياء، هكذا تبدو عاصمة البغاز في أقل من ساعة قبل منتصف الليل. هذا البث من قناة شعب، قناة شوف تيفي من مدينة طنجة. وبهذه المناسبة أيضا، ساكنة مدينة طنجة غدا على موعد مع مباراة فريق اتحاد طنجة مع فريق الوداد الرياضي، هي مباراة ستكون ربما نوعا ما صعبة لجماهير اتحاد طنجة، بحيث أنهم منعوا من دخول الملعب ومن دعم فريقهم، علما أن الفريق هذا غتكون واحد المقابلة بدون مدرب من بعد ما رحل المدرب الوطني بادو الزكي، بحكم أنه لعب 5 مباريات مع فريق اتحاد طنجة وخرج بصفر نتيجة، ربما هي سابقة من نوعها في فريق أو في نادي اتحاد طنجة. لذلك تم مساء أمس فسخ العقد بتراضي ما بين المدرب بادو الزكي والمكتب المسير لفريق اتحاد طنجة. طبعا بما أننا نتحدث عن مدينة طنجة وعن مباراتها التي ستكون غدا، ما تنسوش تكتبوا لنا في نظركم شكون اللي يقدر غدا يفوز، واش الوداد ولا اتحاد طنجة، علما كما قلت أو للتنويه أن اتحاد طنجة غدا ستكون في موقف صعب. الموقف الأول هو منع الجمهور من الحضور، ثانيا غيكون الفريق بدون مدرب، غيلعب بدون مدرب. فما تنسوش تكتبوا لنا الاراء ديالكم حول هذه المباراة. طبعا هي ستكون مباراة ساخنة مما لا شك فيه، اننا نتحدث عن فريق وداد الامة، الفريق الكبير والفريق العالمي. تحية لناس فاس، اهلا وسهلا بناس فاس. اكادير حرارة مفرطة اثناء النهار، اهلا وسهلا بناس اكادير.
الوداد باينة. ما نقدروش نحكموا بهذه الطريقه الوداد باينه، وانما نقدروا نكونوا يكون عندنا مثلا تحليلات منطقيه. اذا كانت تغلب الوداد علاش، اذا كانت تغلب اتحاد طنجه علاش، واش نقولوا ان اتحاد طنجه لا قدر الله تخسر حيت ما عندهاش مدرب، حيت ربما خسرت خمسة ديال المرات في هذا الموسم هذا منذ بدايه الموسم، وعلاش ما نقولوش ان ربما اتحاد طنجه تغلب لانه ما كاينش المدرب غدا، وربما يقدر يكون كان خطا منه. الفوز للوداد، الله يوفق الجميع. احنا ما نقولوش لا انا طنجاوي ندعموا الاتحاد طنجه، ولكن الله يوفق الجميع. غير هو الناس اللي كتكتب ان الوداد غتفوز كتبوا لنا علاش الوداد غتفوز، شنو هو التحليل المنطقي اللي عندكم. إذا المتابعين الأوفياء، كنفتخر بقراءة التعاليق ديالكم في وقت لاحق. ما تنساوش تكتبوا لنا منين تابعتوا هذا البث المباشر، منين كنتوا معنا، وكيفاش هي الأجواء عندكم في المدن ديالكم أو المناطق ديالكم. من هنا إلى بث مباشر آخر، أستودعكم الله، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.